يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم بحلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة يوم الحد من صباح الخير يا مصر الموافق 10 يوليو و11 ذو الحجة. النهاردة تاني أيام عيد الأضحى المبارك، ربنا يديم علينا وعلى العالم كله نعمة الأعياد والخير والمحبة. ويمكن من امبارح كده واحنا بنتصفح مواقع التواصل الاجتماعي في ترند طالع، وهو فيديوهات العجول الهربانه اللي يمكن يعني عامله حاله من حالات الرواج الكبير جدا، يعني لدرجه ان احنا حسينا ان هي بقت طقس من طقوس العيد، والناس بقت بتشير والناس بتضحك، رغم ان الموضوع يمكن مش مجال الضحك من الاساس، يعني لان مفيش هزار في الاضحيه، لان الاضحيه دي هي سنه مؤكده عن الرسول عليه الصلاه والسلام، والمصريين متمسكين بالسنة دي، وعدد كبير جدا بيضحي في العيد. لكن الذبح ليه ضوابط، الذبح ليه أصول وليه قواعد، مش من ضمنها أبدا اللي بيحصل من فكرة ترويع العجول والجري وراها في الشوارع بالشكل، يمكن أنا شايفه فجأة أو السنة دي، يعني ابتدى اللي هي الناس بحس اللي هي بتروع العجل عن عمد علشان خاطر نبتدي نوثق ده ونصور ونشارك الترند اللي موجود. يعني صحيح يا أحمد، يمكن يعني إحنا في البداية لما كنا بنشوفها زمان كنا ممكن نستغرب فنقعد نضحك شوية فيبقى مجال للهزار، بس هو الحقيقة لا، هو ده مش هزار، لأنه المشاهد اللي بنشوفها دي هي ترويع الحيوان. الحيوان بيجري في الشكل بالشكل ده في الشارع لان هو خايف، مش لاي سبب تاني. واحنا زي ما بنتكلم مع حضراتكم، الاضحيه هي احياء لسنه النبي ابراهيم عليه السلام وتطبيق لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف منها هو التوسعه على الاهل والاقارب كمان المحتاجين. ما ينفعش ابدا تتحول فيديوهات لترند وضحك وهزار على حيوانات مفزوعه، ده كده ملوش اي علاقه بالسنه، ده ليه علاقه بتصرفات خاطئه. التصرف السليم هو ان احنا نلتزم بالضوابط. الذبح ليه ضوابط، اولها ان احنا ما نروعش الحيوان، لازم الذبح يكون فيه مجازر، واحنا الدوله مخصصه مجازر وفرتها بالمجان. المجازر دي بيكون فيها طبيب بيطري بيكشف على الاضحيه عشان يطمن كمان انها سليمه، ما عندهاش اي امراض تؤثر على جوده اللحوم. كمان المكان مجهز بشكل كويس جدا للتعامل مع الحيوانات اللي ممكن يكون صعب السيطره عليها في الشارع. ده غير بقى كمان يا احمد فكره انه الذبح في الشارع والدم اللي بيكون في الشارع والمناظر اللي احنا بنشوفها في الشارع، يعني ما اعتقدش ان دي ليها علاقه بالاضحيه. بس ما مش فكره كمان علاقه بالاضحيه اكتر ما خلاص عرف والناس جرى لسنوات وسنوات ان هي بتذبح في الشارع، لكن الموضوع ليه علاقه ب او ضرر على الصحه العامه بشكل عام، من فكره وباء وبكتيريا بتبقى موجوده في الشارع بسبب الذبح اللي بيحصل في الشارع ده يا جمانه. وبعدين انا بستغرب بصراحه، يعني الدولة موفرة لك مجازر بالمجان زي ما قلتي، ورغم ده أنا غاوي أدفع فلوس أروح أدي للجزار، غير اللي أنا كمان بضر الشارع، بدفع فلوس ورقم على فكرة، يعني الموضوع أبسط من كده. وأعتقد اللي احنا بقينا في شكل ممنهج وعندنا شكل دولة يعني بتحترم المواطن وبتقدر اللي هي كمان توفر له أي خدمات موجودة بالمجان، ورغم ده في ناس بتكون مصرة اللي هي تذبح تحت البيت عندها أو في الشارع، مش عارف ليه بصراحة. يعني غير ده كمان اللي هو ليه أضرار على الصحة العامة، لكن كمان بيكون خطر في أوقات كتيرة. يعني نتمنى أنه في أيام التشريق الثلاثة اللي بيجوز فيها ذبح الأضاحي اللي احنا نلتزم كلنا بأننا نذبح في المجازر ونبتعد تماما عن أي مخاطر نقدر اللي احنا يعني نكون سبب فيها عن قصد أو من غير قصد من خلال الذبح في الشارع، لان احنا الذبح في الشارع حتى كمان العجل اللي هو بيتم ترويعه وده فكره اللي هو في الشارع، انت ما بتضرش نفسك انت بتضر كل اللي حواليك، وانت لما بتروعه وبيجري في الشارع ممكن زي ما بنشوف في الفيديوهات اللي موجوده دي يا جمانه، بنشوف ان هو العجل في حاله او في ناس هيجان بيجري هو مش شايف قدامه كده كده، في ناس بتتأذي عن غير قصد، فليه؟ صحيح، يعني طبعا يعني ربنا يجعل بيت المؤمنين عمار كده زي ما بيقولوا، اللي يقدر يذبح اضحيه واثنين وثلاثه، كل ده جميل طبعا، ودايما يا رب ربنا يوسع علينا كلنا ونقدر نساعد بعض ونفرح بعض، بس يا ريت نبطل موضوع التصوير وترند العجول الهربانه والحيوانات الهربانه، لانه الحقيقه لا يتوافق نهائيا مع شعيره الاضحيه اللي فيها رحمه وفيها خير وتوسعه على الناس. ربنا يا رب يديم الخير والاعياد على الجميع، كل سنه وحضراتكم بالف خير، بنصبح على حضراتكم مره تانية صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، صباح الخير يا مصر.